وهذا اللقاء كان مهم جدا ليؤكد محبته وليؤكد دعوته للتلاميذ. وابتدأ طبعا بالتحية المعهودة: سلام لكم. ومن ناحية أخرى طبعا لأنه ما زالوا غير مصدقين، وبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم، مع أنه الأحداث والحركة أنه القبر فارغ، وبطرس ويوحنا ذهبوا إلى القبر ورأوا أنه الجسد منسل من الأكفان والمنديل موضوع جانبا، لكن إلى هذا الحد ولهذا الوقت طبعا ما زالوا غير مصدقين. فجاء المسيح بدون توقع وقال سلام لكم، وطبعا سمح للتلاميذ أن يلمسوه، ومش بس يلمسوه يعني يعسوه، ويأكد أنه فعلا ظهوره كان في الجسد الممجد، وشافوا طبعا أثرات الجراح. ومش بس أنه رأوا حضوره، لكن أكل معهم كما يقول الكتاب سمك مشوي، وشهد من شيئا شهد من العسل. مكتوب فرح التلاميذ إذ رأوا الرب.